افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول إلى النقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية سيادته. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض والتي تعقد تحت شعار الطريق إلى 2030 يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها. نعمل على شركة منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالنسبة لمهمات السكك الحديدية. طبقا لتوجيهات سيادتك بتطوير مصنع سيماف لمهمات السكك الحديدية، تم جاري إجراء أعمال التطوير، وصلنا لحد دلوقتي بنسبة 80% من التطوير سواء في المعدات أو البنية التحتية، الرقمنة، تدريب العاملين في المصنع. أول منتج هنا سيادتك لمصنع سيماف، إحنا شاركنا في إنتاج مترو الأنفاق اعتبارا من الخط الأول بالتعاون مع شركة هونداي روتوم الكورية، وانتجنا في الخط الثاني بالتعاون مع شركة أليستوم الفرنسية، وحاليا الخط الثالث بالتعاون مع شركة هونداي روتوم، وحاليا المترو اللي قدام ساتلايت ده منتج حاليا داخل مصنع سيماف. رغم أعمال التطوير احنا مستمرين في الإنتاج لتصنيع 1000 عربية أنواع ونماذج، بتوصل التصنيع المحلي في عربيات البضاعة إلى 80%، وعربيات الركاب بتصل إلى 50%، وعربية الباور بتصل إلى 80%. طبعاً إحنا ما نسيناش برضو الصناعات والمكونات التصنيعية، فهنا سيادتك النظام فرامل بالتعاون مع شركة كنور الألمانية، وطبعاً شركة كنور طورت نظام الفرامل لنظام إلكتروني، إحنا جبنا منها وبندرس معاه عشان نعمق التصنيع المحلي مستقبلاً فيه. أهم جزء سيادتك في عربيات السكك الحديدية وفي صناعة السكك الحديدية هو البوجي. البوجي ده احنا بننتجه في مصنع سماف من 40 سنة بالتعاون مع شركة جنز المجارية وبتصنيع محلي 40%. احنا صانعين منه الوقت لحد دلوقتي 36,000 بوجي. طبعا احنا في ضمن أعمال تطوير المصنع جبنا مكنة عملاقة ألماني عملاقة عشان نزود نسبة التصنيع، يعني تزودنا عن 40% لأن المكنة دي عندها إمكانيات تشتغل في البوجي أو بالوزن والحجم المجهول مسد. أي أمر يا فندم. We are very proud, we are very honored to participate and collaborate with you in that project. أنا بشكرك بشكرك جدا على طبعا على التعاون وعلى العهد الأولي بتاع الست أو الست قدرات اللي جايين دول، وأيضا القطار ده هيبقى السابع ولا ده فن ده فري فن، وهتوجدونا دايما ان احنا حريصين على الشراكه وحريصين على التعاون وحريصين على يعني الاستفاده بالتكنولوجيا والقدرات اللي بتقدمها الشركه، واحنا بنقدر الشركه الاسبانيه والقطارات اللي احنا منتظرينها تيجي مصر خلال ديسمبر اللي هو الشهر القادم ان شاء الله. شكرا. ثانك يو فيري ماتش. احنا بنعرض النهارده بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد حجز آلي موجود في كل المحطات. احنا معانا اكبر اربع محطات لهيئة السكة الحديد، اسكندرية وسيدي جابر ورمسيس والجيزة، دول فيهم اكتر من 50% من الزوار. المعدات اللي هي شغالة في اوروبا واكبر المحطات السكة الحديد، نظام الحجز هو اللي موجود في روسيا، والحمد لله بالاتفاق مع وزارة النقل والبنك المركزي ووزارة المالية، ده مربوط بحسب مجلس اعلى المدفوعات والشبكه الماليه الحكومه المصريه، بحيث انه اغلب الكروت بتاعت ميزه اللي موجوده 22 مليون كارت الحاليين، نتمنى ان شاء الله يبقى مشروع من المشروعات الناجحه في وزاره النقل وفي الطرق والنقل باذن الله. شكرا. السياسه بتاعتنا الاستراتيجيه هي الانتاج المركبات صديقه البيئه، بطلنا نعمل الديزل والجازولين، مركزين على الغاز الطبيعي بالكامل، وده احد الاوتوبيسات المركبات بالغاز الطبيعي بالكامل، دي من بيلاروس، وتم عمل الاوتوبيس بالكامل في ما عدا الموتور والباور ترين في المصانع الشركه. عندنا اوتوبيس تاني سكانيا
برضو بنتكلم على غاز طبيعي بالكامل وكله معمول في الهندسية للسيارات. بعد كده المشروع الأهم هو مشروع الأوتوبيس اللي قدام حضرتك ده، أوتوبيس 15 راكب بيتعمل بالغاز الطبيعي برضو بالكامل، ده باور ترين جاي من كوريا للغاز الطبيعي بالتعاون مع غازتك في مصر. ثم الأهم هو الشاسيه اللي بنعرضه على حضرتك، شاسيه كهرباء ده بالتعاون مع شركة برايت سكايز المصرية، بنعمل البطاريات والكنترول يونت اللي هو قلب السيارة الكهرباء بالكامل فيما عدا السل اللي بتيجي مستوردة. فلو حضرتك تتشرف نشوفها. دي البطاريات يا فندم، وهي أربع بطاريات، ما فيش غير السل دي اللي جاي من بره، الباقي كله معمول في مصانع الشركة بالكنترول يونت بتاعنا مكون محلي فوق 80%. الشاسيه ده بإذن الله يتم التشغيل في يناير، ثم إنتاج أول مجموعة للتجربة والسيرتيفيكيشن الخارجية من أوروبا، بحيث نبدأ التصنيع بإذن الله في حالة النجاح بإذن الله في الربع الأخير من العام يعني بكميات تجارية. حضرتك حتى اليايات اللي هنا دي صناعة يعني أحد شركاتنا، شركة كبيرة ومنتجاتها ورا بتورد للشركات المصرية اللي بتعمل السيارات زائد السكة الحديد. فبإذن الله نسبة مكون بإذن الله، والأهم من كده توطين للتكنولوجيا بجد للسيارات الكهربائية. ما هو ده الغاز الطبيعي، احنا في انتظار في التأخر بس الموتور اللي جاي من كوريا ده بإذن الله 3 شهور يكون شغال على أرض الواقع. العربية دي زي ما قلت لحضرتك هتاخد سنة من التجارب والتأهيل علشان يبقى عندي الفيرجن اللي هو المندي اللي هي حضرتك. الأوتوبيس ده مهم جدا، ده 60% من النقل الجماعي في مصر النهاردة هو من الحجم ده، فده مطلوب جدا للسوق المحلي. كده بالفريم بتاعه كده ده انتوا اللي عاملينه؟ احنا لسه هنعمل فرم واسطمبات تخلي الشكل نمطي بالكامل. احنا بنعمق وبنوطن صناعة السيارات اللي تعتمد على الكهرباء بالكامل عندنا هنا، وفي نفس الوقت بنعمل بالتعاون مع شركة سكانيا بنعمل أكاديمية سكانيا للتدريب والتعليم والتأهيل بالكامل للمهندسين أو الفنيين بشهادة معتمدة من ترانزمية. ده أوتوبيس سيتي باس بيعمل بالغاز، طبعا بنعمله في مصانعنا بالعشر من رمضان. احنا في آخر لقاء مع حضرتك في ترانزمية 2021-2020 حضرتك طلبت منا ان احنا نزود نسبة المنتج المحلي 80%. انا النهاردة بالحمد لله وصلنا نسبة 70% في الميني باس اللي حضرتك عينته كان مستورد السنة اللي فاتت، السنة دي اصبح مصري بنسبة 70%. زي ما حضرتك شايف التصميم مصري، المكونات الكراسي الازاز بنسبة 70%، البادي كله الشكل انسيابي متانة مطابق لجميع المواصفات. ده بيعمل على الانبعاثات يورو 5. ان شاء الله احنا بنهدي ده لصندوق تحيا مصر لان حضرتك شجعتنا ان احنا نشتغل فيه، وده اول انتاج يطلع وبنهدي لصندوق تحيا مصر. يعني 30% اللي ناقصين ايه؟ الشاسيه والموتور. حياتك شفت الشاسيه السنه اللي فاتت وطلبت مننا ننتجه في مصر، واحنا الحمد لله بقى منتج محلي. لو حياتك تبص في الصوره بتاعه السنه اللي فاتت تشوف الشكل مختلف تماما. عندنا شاسيه برضو الاوتوبيس ممكن نعمل منه كذا تراس، ده اللي هنعمل منه الاوتوبيس ده. فمعارضين يعني حياتك ده ينفع لاسكندريه او نقل الموظفين وعمال بيعمل بالغاز، وده ينفع لمحافظه القاهره، وده حياتك مشروع المحركات. احنا بالفعل يا فندم السيد الدكتور مصطفى مدبولي اعطى قرار ان احنا نحول جميع الاوتوبيسات زي توجيهات حياتك، جميع اوتوبيسات هيئة نقل العام القاهرة باسكندرية العمل بالغاز مع الاشتراك مع الانتاج الحربي ووزارة البترول ووزارة التنمية المحلية. ان شاء الله نحول 262 محرك، ابتدينا فعلا الانتاج الكمي، وعلى شهر 6 ان شاء الله
حياتك تقدر تشوف اول 377 محرك اللي هيتم استبدالهم السنه دي يكونوا خلصوا ان شاء الله. المحركات دي هياخدوا الاتوبيس يغيروا المحرك ولا هتغير بس المحرك؟ المحرك بس، ونحافظ على صندوق التروس. فالسيد وزير التنميه المحليه اقترح ان احنا نحط محرك غاز بدل الديزل، وبتوجيهات سعادتك الدكتور مصطفى لما تعملوا اول اتوبيس عملنا يا فندم جاهز، هو جاهز في الانتاج الحربي يا فندم، خلص بالفعل، خلص بالفعل. شكرا يا فندم. We are very proud that you come to our booth, and we are the German. We come from Hamburg, Germany. We own all German container ports: Hamburg, Bremerhaven, and Wilhelmshaven. احنا بنرحب بيك وحيبقى عندنا فرصه في اللقاء ان شاء الله نتحدث بشكل اكبر كده، احنا نقدر نحلم مع بعض ونحقق احلام فوق الخيال. We can dream together and we can make our dreams come true. Thank you very much. بنعرض على حضرتك الاتوبيس الكهربائي المصري سيتي باص، اتوبيس بيمثل نموذج للتعاون والتشارك بين الدولة ممثلة في وزارة الانتاج الحربي مصنع 200، والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل الام سي في. الاتوبيس مصري التصميم 100%، تصنيع محلي بنسبة مكون محلي تصل لستين 65%. النسبة دي وصلنا لها يا فندم من خلال مشاركة أكثر من 10 مصانع مغذية لهذه الصناعة. الاتوبيس تم تجربته على أحد خطوط هيئة النقل العام لمدينة القاهرة لفترة 13 شهر، قطع خلالها 90,000 كيلو متر، واستقلوا تقريبا 60,000 راكب. الاتوبيس يا فندم سيتم انتاجه بمعدل انتاج 250 اتوبيس في السنه ورديه واحده، والطاقه القصوى للخط 600 اتوبيس. بدراسه وتحليل تجربه تشغيله في هيئه نقل العام اتضح ان تكلفه التشغيل والصيانه والاصلاح للاتوبيس الكهربائي بتمثل 40% من نفس التكلفة للأتوبيس اللي مجهز بمحرك ديزل. ده معناه ان احنا بنوفر 60% من التكلفة. مواصفات الأتوبيس يا فندم: قدرة الموتور 266 حصان، العزم 2800 نيوتن متر، اقصى سرعة 70 كيلو متر على الساعة، طاقة البطاريات 316 كيلو وات ساعة، وده بيؤهله انه يسير بدون اعادة شحن لمسافة من 300 ل 350 كيلو متر. شوف انا هقول لك حاجة، هي القضية عندي مش تمنه، القضية كلها ان تطلع المنتج اللي احنا بنستهدفه بالمواصفات اللي احنا موافقين عليها بعد ما يكون الاختبارات اللي تمت حققت المعايير والامان والكفاءة. لو ده تحقق مفيش مشكله خالص، لان احنا يعني لا احنا فاهمين كويس قوي يعني ايه حاجه تشتغل بالكهرباء وتوفر، مش توفر فلوس بس، توفر للناس ان احنا نقلل الانبعاثات. وده توجه من الدوله بدانا فيه من اكتر من 6 سنين في كل ما تعنيه الاضرار البيئيه، سواء في بدانا بالبحيرات وبدانا بالجو ومستعدين فنيا، لجنه فنيه تشكل من الكلية الفنية والوزارة النقل والمعنيين بالموضوع والجامعات كمان تخش يا دكتور مصطفى. انا لو كنت هاخد اخدها من المواطن المصري يركب مظبوط ويقعد مظبوط، لكن لو انتوا جاهزين واللجنة قالت ان احنا كده وانتوا واقفين كده 1000 على الاوتوبيس. هو الاستخدام بس يا فندم هيبقى مثلا نقل عام القاهرة، نقل عام اسكندرية، ده موضوع احنا هنحله بقى مع بعض يعني. احنا عندنا في هذا المشروع 65 مليون متر حفر جاف، عندنا 55 مليون متر تكريك في هذه المنطقة نص قناة السويس بالظبط.
المشروع الحالي اللي عندنا، عندنا الحوض الأول والحوض الثاني، وده الرصيف الحوض الثاني 1350 اللي تم الانتهاء منه وتشغيل هذه المنطقة وجاري إعداد هذه المنطقة للتشغيل. ما بقي هو التطوير الكامل للمدينة للحوض، امتداد الحوض الثاني، الحوض الرابع، الحوض الثالث والحوض الخامس، ثم في مرحلة لاحقة إن شاء الله الحوض السادس. أنا ما عنديش مراحل لاحقة إن شاء الله. حاضر. 12 كيلو سنة. أنا ما عنديش مراحل لاحقة. حاضر. عندنا 560 ألف متر من المسطحات المحطات، بخلاف 530 ألف متر من المساحات اللوجستية والخدمية. تقدر إشارة إلى أن ربط هذا المشروع بالمنطقة الصناعية من الناحية الثانية من الطريق بتدينا فرصة رائعة للتكامل بين المنطقة الصناعية وبين المينا. عندنا مشروعين أو ثلاثة في منتهى الأهمية لقطاع البتروكيماويات اللي هيكون لهم اتصال مباشر إلى منطقة الصب السائل في هذه المنطقة. وهذا المينا ومينا شرق بورسعيد تحديدا بخلاف المواني الأخرى هيكون لها دور مهم جدا فيما يتعلق بالتموين بالهيدروجين الأخضر. عندنا مشروعات هامة جدا بيتم تنفيذها والاتفاق عليها حاليا في المنطقة الصناعية، وحيبقى لها اتصال مباشر بالمينا بإذن الله في فترة التنفيذ اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي أقل من سنتين من النهاردة نكون منتهيين من كافة هذه الأعمال تبقى للمعاد. بالمناسبة يا دكتور مصطفى، لو انتم ليكم رؤية أكبر كمان من كده في أماكن سواء البحر المتوسط أو البحر الأحمر، محتاجين إن احنا نتوسع في اللي احنا عملناه أو اللي ممكن نعمله من الأول خالص، احنا مستعدين نعمل. حاضر. احنا ما عندناش أي مشكلة في إن احنا نقيم قدرات حقيقية للنقل على البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو بينهم. مش كده؟ إن شاء الله. مفيش مشكلة خالص. قولوا لي بس إيه اللي أنتوا عايزينه. حاضر. طبعا القطار السريع بيبدا كنقل من مينا السخنه لغايه مطروح، بيبدا من مينا السخنه ذاته، فده الحقيقه طبعا اضافه مهمه جدا للتكامل التام لهذه المنطقه. في كلمه سريعه، طبعا مينا شرق بورسعيد ايضا الارصفه اللي تم تنفيذها وانتهاء من عملها، كافه الارصفه اللي عليها جاري التعاقد عليها، بعضها تعاقدنا عليه فعلا والبعض الاخر جاري الانتهاء منه، بحيث الخمسه التانيين ان شاء الله هنعرض على سيادتك يا فندم بعد ما نكون خلصنا كل التعاقدات القادمه الحاليه ان شاء الله. بس قلت لحضرتك علشان مشروعين الهيدروجين الاخضر هنيجي نعرضهم على حضرتك. احنا جاهزين مشروعين الحقيقه في منتهى الاهميه، ليهم استثمارات اجنبيه مباشره يعني وواضحه جدا، والحقيقه هيكون افاده مهمه جدا فيما يتعلق بالعام القادم هنبدا فيهم مباشره ان شاء الله بعد التصديق عليهم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. احنا هنا في هذا الجزء من الجناح خاص بي وجودنا من خلال شركتي بتروجيت وشركة الخدمات البترولية البحرية، وهي شركات متخصصة في أعمال طبعا قطاع البترول، ولكن بالإضافة إلى ذلك يمكن احنا بنحاول دائما ان احنا نزود قدراتها وإمكانياتها علشان خاطر تقدر تشتغل على المجال الإقليمي والدولي وطبعا في المشروعات القومية. يمكن قبل ما أتكلم على بعض التفاصيل أنا أحب أقول ان احنا النهاردة فخامة الرئيس احب اقول لسيادتك ان احنا اخذنا الشهر الماضي جائزة من موسوعة جينيس بمناسبة انه هذا نموذج من الصهاريج، واخذنا الجائزة علشان خاطر اول مرة يستخدم تكنيك رفع السقف بالهيدروليك وليس بالطريقة التقليدية اللي هو نصب سقالات ويتبني غطى التانك، لا بيترفع بطريقة هيدروليكية وعلى خزان سعته اكتر من 1,100,000 برميل، فأخذ جائزة على مستوى العالم ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الحقيقة أنه بتروجيت بالإضافة إلى طبعا مشروعات البترول هي بتشترك مع وزارة النقل في عدة مشروعات قومية كثيرة، وأكثر حاجة احنا يعني فخورين بها النفائين بتوع الإسماعيلية ومؤخرا ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي، طبعا بالإضافة إلى مجموعة من الطرق الإقليمية والطرق الرئيسية الكبيرة في الصعيد والبحر الأحمر وغيره من الخطة القومية لهيئة الطرق والكباري، بالإضافة طبعا إلى المواني زي اسكندرية ورصيف الحاويات في دمياط وكذلك في السخنة. وبالنسبة كمان مؤخرا فيما يتعلق بالقطارات فإحنا برضو أخذنا بعض المحطات في القطار الخاص السريع من السخنة إلى العلمين، وكذلك فيما يتعلق بمترو أنفاق الخط الرابع أخذنا برضو الجزء من 6 أكتوبر للهرم،
وكذلك ال ار تي ايضا اخذنا بعض المحطات. فالحقيقه احنا بالنسبه لمشاركتنا في المشروعات الخاصه بالنقل طبعا بتروجيت موجوده. بناء على توجيهات سيادتك في إدارة الحركة المرورية وإنفاذ القانون بالتحول الرقمي بما يحقق أعلى معدلات الأمان بكافة الطرق، بنقدم لسيادتك النهاردة خدمات مرور إلكترونية كانت مقدمة تم تطويرها على بوابة مرور مصر. نفس الخدمات دي بتقدم على بوابة مصر الرقمية دلوقتي بالتكامل والتعاون مع وزارة الاتصالات. بنعرض لسيادتك النهاردة محطات الفحص الفني المتكاملة. بدأنا فيها بمحطة في بورسعيد. المحطة بتتميز بالدقة في القياس وبتتميز بموضوعية في التقييم من خلال معايير محددة دون تدخل عنصر بشري بالأجهزة، وسرعة في إنهاء الإجراءات، توفير قاعدة بيانات شاملة عن حالة المركبات الفنية بما يدعم اتخاذ القرار. إدارة الحركة المرورية وإنفاذ القانون بالمرصد الإلكتروني، وده تم تفعيله. دورية ذكية مرورية، ودي بيتم استحداثها حاليا ومعانا منها سيارة هنا في المعرض الهندسي. أنظمة ذكاء اصطناعي سوفت وير بنستفيد بيه بالموجودات من الكاميرات والمعدات، ومنظومة الإغاثة المرورية اللي تم تطويرها. في الهوية الرقمية للمركبات تم تكويت 11 مليون ملصق من خلال مركز داخل وزارة الداخلية، بيتم تكويت وتشفير الملصق الإلكتروني، يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تكويد وتشفير 11 مليون ملصق بنسبة تنفيذ 100%. لازالت الوزارة بتوفر خدمات تركيب الملصق الإلكتروني من خلال بوابة مرور مصر، عشان المواطنين يا فندم اللي لسه ما يدروش يركبوا الملصق يقدر يخش على البوابة يسجل بياناته ويسدد الرسوم ويتوجه للوحدة من على شباك واحد يستلم الملصق مباشرة. عقد انتهاء المهلة المقررة للتركيب وبتنفيذ القانون، تم نشر وحدات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني أثناء الحملات. بيتم ضبط المخالفين وبيتم تركيب الملصق الإلكتروني مباشرة في الطريق مباشرة. الملصق الإلكتروني يا فندم تم الاستفادة به في تأمين المنشآت الهامة والاستراتيجية، وهيتم الاستفادة به كأحد الأعمدة الأساسية في منظومة النقل الذكي الITS. تم تطويع قارئ ثابت يدوي لقراءة الملصق الإلكتروني بالأكمنة لسرعة ودقة الفحص. بعد نجاح الرادارات الثابتة في الحد من الحوادث على الطرق وتقليل مخالفات السرعة، واتساقا مع الخطة القومية لإنشاء وتطوير الطرق، تم استحداث دورية مرورية ذكية. الدورية دي يا فندم مزودة بمجموعة كاميرات ورادار بتقدر ترصد المخالفات وتتعرف إلكتروني على اللوحات المعدنية آليا. تم إنجاز ربط إلكتروني مع النيابة العامة من مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور. بيتم إرسال المخالفات لحظيا علشان نحافظ على حقوق المواطنين في التصالح الفوري في المواعيد المقررة قانونا، سواء أمام رجال المرور أو أمام رجال النيابة. في إطار الاستفادة من الموجودات، عندنا مجموعة كاميرات راكبة قديمة موجودة في إدارات المرور، بنجيب لها سوفت وير دلوقتي أو منظومة رصد وتحليل بالذكاء الاصطناعي، نقدر من خلالها نعرف حركة المشاة ونصنف المركبات ونحسب متوسط السرعة ونحدد اتجاهات الحركة، وده بيدينا يعني إيدج كويس جدا في إن إحنا نقدر نخطط الطرق بطريقة أفضل. رصد مركبات النقل السريع والأوتوبيسات اللي هي بتمشي في يسار الطريق. مع التوسع في انشاء الطرق كان لازم نطور منظومه الاغاثه المروريه، وده تم يا فندم عن طريق الاتصال بمركز خدمه الاغاثه. المواطن اللي بيتعرض لاي حادث لا قدر الله اي عطل بيتصل بخدمه الاغاثه، بتجي له عربيه جاهزه فنيه. السياره دي فيها كل المعدات اللازمه للتعامل مع الاعطال البسيطه، وبتوفر اعلى درجات الامان لمرتدي الطرق. شعور المواطنين بالامن والامان مهم جدا. اتفضل سيادتك. فلاشر ده سيادتك بتاع العربيه مجهز بخمس كاميرات داخل الفلاشر، وفي جهاز رادار بيقدر يجيب مخالفات السرعه، مخالفات الانتهاء، مخالفات السير في غير الحاره المخصصه.
وده شكل التابلت اللي الضابط بيقدر من خلال السيطرة على العربية على الطرق بيقدر انه يكتشف السيارات المخالفة، بيرسل مباشرة المخالفات للنيابة العامة.